كانت الأول ورقة مبذورة وجت في جت في عين الوحدة كده أول واحدة تعملها ايه؟ تعمل العين تجيب دم يعني ما تشرب العين يعني العين تجيب دم من جوه تعملها من الأول يعني يعني ما نقوم الأول ما هي ما نقوم بنورق الذرة والورقة تيجي في عين الوحدة من والعود وقت تيجي العين تجيب دم على طول ستر تبقى ملهلبة بقى نلحق نفسنا نشخ ماي في كده ونحطها في عين سبحان الله تروح بركت سبحان الله يعني لما نحطها في العين برد عين الواحد على طول يعني شفاء شف سبحان الله واللي وابوك لما كان ايده تتعور من الشرشره وهو بيحس برسيم وتبور عليه كده هو يجيب تراب من الارض لو تحط عليه يكتم الدم سبحان الله يروح سبحان الله تراب دواء وشفاء سبحان الله في ايد الدكتور عبد الموجود سيدنا احمد عطي سبحان الله ترابها دواء وطهورا وشفاء سبحان الله سبحان الله عيني تنجرح اروح اعمل كده اللي هو ملاقي ميه قوي كده هو حطها في عين عشان ما تحطها شوط كده لحد ما تبرد ربنا يبارك فيك ربنا واثنين خلاص رفضت ربنا يصلح حالك الله على فوائد البول وفوائد التراب الدكتور جزية علي منصور زين الدكتور عبد الموجود سيد أحمد عطية آمين توبلا صورتي يا مام رتي لي صورتي نشوف الأم نشوف ضرب وتألم رسول صورة مازة نعم قصاص الله قرأت له قراءة كان فضل الدكتورة جزاء على منصور زين حبيب صورة القصص صورة النملة صورة النملة 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 للصورة والنحل في صورة سبحان الله قرأت له قراءة والأنبياء لهم صورة والحاج له صورة والنحل والنحل سيدنا محمد له صورتين صلى الله عليه وسلم والكلام كله بنا ونورة كله بنا ونورة اللي يقراه يعرف جزء المنصور زينة القرآن الكريم سورتي النمل والقصص اخترت القرآن الكريم الدكتور عبد المجيد سيد احمد عاطب ابو حمص سورتي النمل والقصص ما شاء الله افادنا الله من علمك يا عليمة يا كريمة يا حليمة الله ربنا يبارك في خاطرك يا رب جبر المرسلين يا رب وقومك